يلا بينا يا جماعه انبوكس البوكس العظيم ده. في الفيديو اللي فات عملنا انبوكسنج للسلايفر، تعال نعمل طبعا على حسب انت بتحب مين جيب البوكس بتاعه. يلا بينا. نفس الكومبوننتس 32 كارت عاديين، 4 سوبر رير و4 الترا رير، تمام، ومعها برضو الجيم مات بتاعتك انت بس. حلو كده، تعالوا نبص مع بعضينا ونشوف في ايه جوه هنا. وبسم الله لحد دلوقتي عشان بس اقول لكم يا جماعه ان انا ما لقيتش البوكس ده بتاع رع اللي هو الوحش التالت بقى يعني، وما اعرفش ايه السبب. هل هو ما اتعملش قبل كده؟ مش ليه خالص يعني، ما بيطلعليش حتى على النت ولا اي حاجه. جايز يكون لسه هينزلوه، جايز، تمام. طيب تاني يا جماعه، الملعب اهو نفس بالظبط اللي طلع لنا فيه سلايفر، هو تمام. وبعدين ورا في شويه شرح برده للاستراتيجيز زي الثانيه بالظبط، دي زي الثانيه بالظبط، وبرده مرشح لنا البوكسين اللي هنفتحهم مع بعضينا قريب ان شاء الله. تابعوا بس معانا وتاكد ان انت مشترك معانا هنا اهوت في القناه، واهم حاجه تكون مفعل الاشعارات هنا وعلى الموبايل، ان اليوتيوب نفسه يكون اشعاراته شغاله، عشان اول ما نرفع حاجه ان شاء الله رب العالمين اوتوماتيكلي تقدر ان انت يجي لك اشعار تعرف ان احنا نزلنا حاجه هتيجي تتفرج عليها. طيب عرفوا بقى الناس يا جماعه ان احنا بنعمل ده، لو حد بيحب يوجي ولا حاجه اكيد هيبقى مبسوط من حاجه زي ديت. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع ده. قطعت العلبه تاني للاسف عشان اعرف اطلع ده بسلامي. طيب تعالوا بس كده نبص بصه. طبعا هيبقى في بقى ان شاء الله 40 برضه الفيرست اديشن بتاع اوبليسك، فدي برضه بتبقى لطيفه برضه الحمد لله، وهوريكم الفرق بينها وبين التلالي قبل كده. وهوريكم الفرق اللي بين التلالي قبل كده في الفيديو اللي هو اللي احنا فتحنا فيه البوكس دوت. وعلى فكره في واحد التلالي زمان خالص اللي هو كان لونه كله ازرق، اتكلمت عليه في الفيديو بتاع البوكس بتاع الايه؟ يوجي البوكس الثاني. تلاقي في الجزء الاولاني البوكس الاولاني واحد كمان اميز، تمام. اهو ادي الالترا رير ومكتوب عليه فيرست اديشن، فبالتالي ده افضل من التاني اللي عندي اللي طلع لي في البوكس التاني. اهو نفس الفكره بالظبط، شايفين؟ بس ده مكتوب عليه فيرست اديشن، ده مكتوب عليه ليميتد اديشن. طيب احنا عندنا 4 الترا رير، يعني في 3 كمان. نفس الكارت اللي طلعنا في العلبه الثانيه بالظبط اللي هو السول كروسنج ده نفسه هو هناك بقى كان طلع لنا سلايفر لو تفتكروا، صح؟ هنا بقى لا، هنا طلع لنا سبيل ليه هو. تعالى بقى نبص ده بيعمل ايه. بيوقف كل التاثيرات بتاعت الكارت اللي قدامك بتاعت المحارب اللي قدامك، زائد بيدمر كل السبيلز والترابس اللي في الايه؟ اللي في الملعب قدامك. التاني كان اقوى بصراحه الحته دي، تمام؟ حلو قوي. عندنا حاجه ثانيه برضه عظيمه، ديفاين ايفولوشن. واو، This is really nice بصراحة. Divine Evolution. واو. نايس. ده الترا رير. ده آخر واحد الترا رير. بعد كده يبقى عندنا بقى سوبر رير اللي هو إيه؟ ملون من جوه ومكتوب فوق من غير ألوان اللي أخدته لكم، اللي هو زي ده كده. ده تراب. ليفل ريزيست وول. وعندنا وحش تاني هنا أهو. عندنا وحش تاني. عندنا طلع لنا هناك برضو. فكده 4 سوبر رير واربعة الترا رير. في حاجات في السوبر رير كانت مكررة وفي حاجة كانت مكررة في الالترا رير، فالواضح ان في حاجات ثابتة وفي حاجات بتتغير. طيب الوحوش بقى كلها جديدة، كل دي جديدة. الله، حلو قوي السايبر دراجون ده، بس لو كان بقى حاجة الترا رير كان يبقى حلو. ماشي، وده اتكرر تاني، فمن الواضح ان هو بيبقى ليه معنى، بس هو 1000 ونجمتين فهو كويس جدا جدا. ماشي، حاجات اهي مختلفة. حلو دوت فوتون سابري تايجر، في منه اتنين. ماشي، بعد كده عندنا رع، حاجة ليها علاقة برع اهو، رع ممتاز، منه اتنين، تلاتة، واو. بعد كده عندنا بقى انماسك دراجون، ممتاز، ميمبل، كوندمد ويتش. حلو، ده هنا أكتر دراجونز وسحر، فاهمين قصدي إيه؟ برين كنترول، ده السبيل، ريبورن، ماشي، هايل طبعًا. البوت اوف افرايس، ماشي، دبل سامن، دبل سامن ده بتعمل دبل سامن، يو كان كوندكت تو نورمال سامن ذيس تيرن نوت جاست وان. والله حلو جدا، يعني اقدر ان انا انزل السبلايه دي انزل اتنين مونسترز مش واحد بس، وكله بتنزل واحد بس، خلي بالك ده ممتاز جدا طبعا. فوربيدن لينز، فوربيدن دريس، سبلاي سكواد طلع لنا برضه في الثانيه اللي فاتت، ماشي، كول اوف ذا هونتد، ماشي، ده جديد، كلونينج. وبعدين عندنا دروننج ميرور فورس. دي كده ال 32 كارت العاديين. في الاخر عندنا الدول لينك الكود عشان لو عايز تنزل اللعبه، وانا برشح لكم تعملوا الموضوع دوت.
وبعدين عندنا اللعبه بتاعت البلاي ستيشن لذيذه جدا يا جماعه، واللي حاولوا عليها عرض. واخر حاجه نفس برضو البيجنر جايد بيزك، بتسكان الكود، معرفش تقدروا تسكنوه ولا لا، ولكن كده كده حاجه لذيذه ان انت لو حد عايز يتعلم. بس انا كده كده عامل فيديوهات، ارجع اتفرج عليها هتلاقيني شارح لك كل حاجه ان شاء الله. طيب انا مبسوط بصراحه من الموضوع دوت، كروت جديده، كروت حلوه، كروت مميزه، وفيرست اديشن، خلي بالكم ده مهم جدا. اتمنى تكون اتبسطتوا. هسمع في التعليقات بقى ايه اخبار الباكات العظيمه دي بالنسبه لكم، وايه اكتر كارت عجبكم، وتعالوا نشوف هنبوكس ايه الفيديو اللي جاي. باي باي.